تكريما لإبداعاته أطلقت وزارة الثقافة فعالية الدورة الأولى لمهرجان ممدوح عدوان الثقافي في بلدة قيرون بريف مصياف مسقط رأس الأديب. آثرت أن تكون الفعاليات متنوعة بتنوع ثقافة ممدوح عدوان، يعني المسرح حاضر من خلال مسرحيتين ستقدمان خلال هذا المهرجان، أيضا هناك فرقة موسيقية وأداء فني موسيقي طربي من وحي ومن أشعار ممدوح عدوان، أيضا هناك محطات ندوات فكرية ومحاضرات الحديث عن الحضور الكبير للأستاذ ممدوح عدوان الراحل الكبير. أن تقول الراحل ممدوح عدوان يعني أن تقول مجموعة ثقافية في واحد، سواء قلت شاعرا فهو من الشعراء الفطاحل، سواء قلت مترجما أم كاتبا. وأقف قليلا عند المسرحي ممدوح عدوان صاحب هذا الجمال. ممدوح عدوان ما كان مجرد عم بالنسبة لنا، ولا كان مجرد قريب أو شخص من العائلة، يعني هو كان مصدر إلهام كبير إلي ولأخواتي ولأولاد عمي ولكل العائلة، يعني ألهمنا لحتى نقدم أفضل ما فينا، لحتى يضل عنا وجدان، يضل عنا ضمير، لحتى نضل فينا نقدم شيء كويس لهالبلد ولعائلاتنا ومجتمعنا، يعني اللي هي نفسه وطننا. الافتتاح تضمن كلمات تناولت جوانبا من الحياة الإبداعية للأديب الراحل، والتي جعلت منه قامة بارزة في ميادين الفكر، كما قدم شهادة تكريم لأسرة الكاتب، وأعلن عن جائزة الأديب ممدوح عدوان التي أطلقتها وزارة الثقافة لهذا العام. ممدوح كان شريك تجربتي، يعني شريك عمري، كل عمري بالمسرح بسوريا كان ممدوح إلى جانبي كشريك من خلال كتابته. أنا كنت يعني بشتغل النصوص اللي بيكتبها، إن كان على مستوى المونودراما أو على مستوى العروض الكبيرة، النصوص الكبيرة اللي كنا نقدمها بالمسرح الفلسطيني، بالمسرح القومي، بمسرح العمال. قدمت أغنية ملحنة اسمها الأهل في مصياف لإلو على لحن يا لورو حبكي. وأدت الفنانة زهراء قصاب وفرقتها الموسيقية بقيادة الفنان مازن قصاب أغاني من كلمات الأديب عدوان وتنويعات طربية وسط حضور رسمي وشعبي. علي شحود، الإخبارية السورية، حماة.